إذن السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية لجميع المشاهدين والمتابعين الأوفياء اللي كيشاهدونا في هذا البث المباشر والحصري مباشرة. إذن على المباشر مع البطيوي نقاش ليلي تزامنا مع ارتفاع الصاروخي لأثمنة اللحوم الحمراء والخضرة. وتأكيد متابعين الأوفياء أنكم لاحظتوا أكيد أنكم شفتوا الارتفاع المهول ديال الخضر ديال المطيشة والبطاطا وديال البصلة بطبيعة الحال للأسف الشديد اللي ارتفعوا الثمن ديالهم قياسي والثمن ديالهم كارثي بكل المقاييس، وكذلك اللحم اللي ارتفع وصل للثمن. من يتحمل مسؤولية هذا الارتفاع بطبيعة الحال المتابعين الأوفياء؟ شكون كيتحمل مسؤولية هذا الارتفاع؟ وصلت العظم خي مصطفى تحياتي لك، وصلت العظم الله يحسن العون الجميع بطبيعة الحال، وصلت العظم للأسف الشديد. كاين الناس اللي كانت كتمشي تقدى تاخذ كيلو ديال المطيشه وكيلو ديال البطاطا ما بقاش قادره انها تاخذ ديك كيلو، ولا تقدرت ولا كتاخذ غير نص كيلو، ونص كيلو كيجيهم غاليين للاسف الشديد. نص كيلو وما قادرينش عليه، نص كيلو وما قادرينش انهم ياخذوه للاسف الشديد. للاسف كما قلنا وصلت للعظم، لان بصراحة بكل العبارات نقولها ان ثمن الارتفاع ديال الخضر واللحوم الحمراء فأثمنة قياسية وكارثية بكل المقاييس للأسف الشديد. الله طولت فينا البياع والشراي، بقى ولا عامل فينا ما بغى، وهذا ما يتسوق هذا وهذا ما يتفكر في هذا للأسف الشديد. إذا نتمناو انكم تتفاعلوا معنا بطبيعة الحال. وشنو هي الرسالة ديالكم؟ أكيد متبعي الأوفياء متبعي قناة شوف تي في الجهات المسؤولة، راه المواطن تقهر، المواطن كيعاني بصمت، المواطن للأسف الشديد لا حول له ولا قوة إلا بالله. اليوم جينا نهضروا على هذا الارتفاع المهول، اليوم جينا نتكلموا، جينا نتحدثوا، جينا نفرغوا القلب ديالنا، لأن هادشي هذا كامل بينا كدرنا، هادشي هذا قاصنا للأسف الشديد، وقاس الفقراء وقاس الناس اللي كتعاني بصمت. هادشي هذا أثر بزاف علينا. نتمناو من المسؤولين يتدخلوا، نتمناو من البياع والشراية، لأن كاين ناس بدون ضمير، كاين ناس ديال البياع والشراية والبعض منهم ماشي كلشي، أنه استغل الفرصة وزاد الثمن اللي ولا اللي رجع للثمن قياسي للأسف الشديد. اللحم ما بقاش قادر عليه الدرويش انه ياخذه، الخضره مطيشه ولا بطاطا فاتت الديسير للاسف الشديد. وشكون كيتحمل المسؤوليه للاسف الشديد؟ شكون كيتحمل المسؤوليه ديال هذا الغلاء للاسف؟ والمواطن كيعاني، المواطن البسيط، المواطن اللي المدخول ديالو محدود، المواطن اللي ما عندوش مدخول قار، المواطن اللي كيجيب القوت اليومي ديالو راه كيعاني للاسف الصمت. اذا من يتحمل مسؤوليه الزياده؟ شكون اللي كيتحمل مسؤوليه ديال الزياده في ارتفاع ديال الخضر، الثمن ديال الخضر والثمن ديال اللحوم؟ اذا جينا اليوم متبعي الاوفياء باش نخويو القلب ونوصلوا بالصوت والصوره للمسؤولين والبيع والشرايا اللي كيزيدوا بدون حاسيب ولا رقيب. كاين بعض البيع والشرايا الله يهديهم اللي ما كيفكروش في خوتهم المغاربه، اللي ما كيفكروش في خوتهم الدرويش اللي كيعاني في صمت للاسف. شنو رايكم متابعين الاوفياء؟ بيدنا حنا كنا كنمشيو نتقداو كيلو جوج كيلو، ولينا كنمشيو نتقداو وناخذوا يلاه نص كيلو، وكتمشي مزيه للدار وكتقول واش هاد نص كيلو اللي خديت واش يقدر يدوز لي اسبوع، واش يقدر يدوز لي يومين؟ للاسف الشديد الشيء هذا وصل لعظم، الشيء هذا وصل لعظم، والاثمنه اللي وصلت واللي ارتفعت بشكل غير قانوني وبشكل كبير للاسف الشديد ندق ناقوس الخطر. الله يدير شي تويد ديال الخير اخي اكيد الاخت مالك، الله يدير شي تويد ديال الخير طبيعه. بغيتكم متابعين الاوفياء انكم تناقشوا معايا، بغيتكم بطبيعه الحال انكم تعطيوني الاقتراحات ديالكم، الحلول ديالكم حول الوضعيه اللي ولينا كنعيشوها، الوضعيه
اللي للاسف ندقوا ناقوس الخطر، لان الثمن ديال المواد، الثمن ديال المواد الاساسيه، الثمن ديال الخضر، الثمن ديال اللحوم، اللي للمواطن والفقير والدرويش واللي كيربح 50 درهم في النهار ما يقدرش انه ياكل اللحم، وما يقدرش انه يدخل اللحم لوليداته. فين باغين توصلوا بهذا الشيء؟ إذا لازلنا متبعي الأوفياء، متبعي قناة شوف تي في مباشرة وعلى المباشر مع البطيوي، نديرو نقاش ونديرو دردشة حول الارتفاع المهول ديال الثمن، حول ارتفاع الصاروخي لأثمنة اللحوم الحمراء والخضروات. ثمن قياسي، ثمن كارثي بكل المقاييس للأسف. الدرويش اللي كان كيدي 20 درهم أو 30 درهم باش يتقدى ويجيب الخضرة لوليداته باش يطعم وباش يعدل الغداء او العشاء الابناء ديالهم، ما بقاش قادر، ما بقاش قادر انه يعدل الكامله لوليداته. الدرويشه اللي ما عندها لا دخل وكتعاني في صمت، ما قادراش انها توفر الماكله والاكل والقوت اليومي للابناء ديالها. تخديت من سوق الاربعاء من مراكش، العافية اخويا. بغيتكم متبعين الاوفياء تقولوا لنا كيعمل الاجواء في الاسواق، وبغيت البيع والشراء بطبيعة الحال يقولوا لنا واش باقى ديك الاقبال، واش باقي ديك الاقبال اللي كانوا كيقبلوا كيمشيو المغاربه يتقداو في الاسواق، اولا الاسواق خاويه. بغيت البيع والشراء اللي معايا الان في اللايف والمواطنين يجاوبوا لي بكل صراحه وصدق، واش فعلا المواطن اللي كان كيتقدى جوج ديال الكيلو من الحاجه او كيلو من الحاجه باقي كيتقدى كيلو او كيتقدى دابا العكس نص كيلو؟ رمضان توقع فيه الكارثه، عقل فين قلتها؟ طلبوا الله السلامه اخي حمزه، تمنوا من الله بطبيعه الحال تكون البلد ديالنا امنا ومستقرا بطبيعه الحال. اخت ساميه تحياتي لكم، مرحبا بك. اذا على المباشر مع البطيوي، متبعي الاوفياء، متبعي قناه شوف تي في، شنو الراي ديالكم في هذا الارتفاع المهول؟ شنو رايكم في الثمن القياسي والثمن الكارثي اللي وصلت به الخضر واللي وصل به اللحم اللي ارتفع للاسف الشديد بشكل كبير وبشكل كارثي للاسف الشديد؟ وشنو رسالتكم للمسؤولين؟ ونتمناو بطبيعه الحال من اي مسؤول انه يكون قاد بالمسؤوليه دياله. اليوم خصنا نكونوا كاملين بنا متحدين، لان اكيد ان الفقير والدرويش اللي ما عندوش واللي عنده مدخول ديالو محدود هو اللي غيتضرر، هو اللي ما قادرش انه يمشي للسوق، هو اللي ما قادرش انه يمشي للاسف الشديد يجيب ويعدل القميله لوليداته. للاسف الشديد ملي كنهضروا على المواضيع اللي هي مهمه كنلقاو فئه قليله اللي كتشعل معنا، كنلقاو فئه قليله اللي كتفاعل معنا وكتجاوب معنا، ولكن للاسف الشديد ملي كيكون الموضوع اللي هو تافه كتلقى الناس كتعلق، كتلقى الناس كتبارطاجي، كتلقى الناس داخله في اللايفات. علاش بغينا، علاش هاد اللايفات هادو ما كيطلعوش؟ لان المواطن نقولوها بكل صراحه ما مسوقش، وكونوا اكيدين ان اليوم زادوا في الخضروات غدا يعلم الله فين غادي يزيدوا. علاش؟ حيت المواطن ما مسوقش، المواطن متابع ومتبع الحاجه الخاويه، المواطن متبع الحاجه التافهه هو اللي كيطلع عليه للاسف الشديد. اليوم حنا دايرين لايف على الخضر، ارتفاع المهول ديال الثمن ديال الخضروات وفي اللحوم الحمراء، ولكن كتلقى فئه قليله اللي مشاركه معنا، كتلقى فئه قليله اللي مشاركه معنا وكتعطينا الراي ديالها. بارطاجيو الاخوان باش نوصلوا بالصوت والصوره للمسؤولين بان راه حنا تقهرنا، راه الغالب الله، راه الدرويش ما بقالو فين يعيش وفين يزيد. الدرويش ما بقالو فين يزيد، راه الدرويش ما بقاش قادر انه يمشي للسوق، الدرويش ما بقاش قادر انه يدخل القفه لوليداته. بارطاجيو الاخوان واعطيونا الاقتراحات ديالكم والحلول ديالكم، لاننا بغينا نوصلوا بالصوت والصوره. راه هادشي هذا بزاف بزاف، عيقتو بسلتو كثرتو، راعيو شويه للدرويش، راعيو شويه الناس اللي ما عندهاش دخل، راعيو شويه الناس اللي كتعاني في صمت للاسف الشديد.
للأسف نقولها ونعاودها ونتحمل المسؤولية ديالها، واللي بغى يجي يحاسبني يحاسبني. ملي كيكون موضوع تافه كتلقى 3000 4000 5000 اللايف، ملي كيكون موضوع اللي هو جدي وموضوع اللي هو الساعة وموضوع اللي هو كيدوق ناقوس الخطر خطر وموضوع اللي هو كيقيسني انا ويقيسك انت ويقيس الاخر ويقيس الاخر، موضوع اللي كنتشكاو منه كامل بينا ونهضروا منه كامل بينا، كتلقى فئة قليلة اللي كتفاعل معنا، كتلقى فئة قليلة اللي كتجاوب معنا. للاسف الشديد نتمنى منكم الاخوان انكم تبارطاجيو، لاننا بغينا نوصلوا بالصوت والصوره للمسؤولين. راه حنا عيينا، راه الدرويش ما بقالو فين يعيش، راه الدرويش الجنحين ديالو مشالو. نتمناو من المسؤولين يتدخلوا، نتمناو ان هذا الارتفاع المهول يوقف حدو بارك حدو. راه هادشي هذا فات القياس، لا يعقل ان مطيشه وصلت العشرات دراهم. اذا لازلنا متبين او في متبي قناه شوف تي في على المباشر مع البطيوي، اكيد ان وصل المغربيه ضرات وعانات وكتعاني في صمت بسبب هذا الارتفاع المهول ديال الخضروات واللحوم الحمراء اللي ارتفعت بشكل كبير. اذا شنو رايكم بطبيعه الحال متبين الاوفياء، ومن يتحمل مسؤوليه هذا الارتفاع؟ من يتحمل مسؤوليه ارتفاع؟ من يتحمل مسؤوليه الارتفاع؟